صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لاله مولاتي فين ما كنتم داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم الصباح مبروك برفقتنا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه في برنامج المراه بامتياز لاله مولاتي. فاليوم من خلال فقرتنا المتنوعه غادي نبداوها كالعاده بشهوات لاله مولاتي. مشاركه معنا المستمعه الوفيه جدا البرنامج حنان ام ادم، موجوده لنا اقتراحات سهله في التحضير متنوعه ونتمنى انها تنال اعجابكم. كذلك غادي نمشيو نتعرفوا على شكون الفائزات معنا في المسابقات اليوميه واللي كيمنحوكم الفوز من هدايا من ذهب. فاليوم غادي يتم الاعلان على شكون الفائزه المحظوظه اللي ربحت معنا هذا الشهر طاقم ديال الذهب، ومن خلال يعني الفقره اللي كنتكلموا فيها يوميا على خدمه من خدمات الهاتف الذكي، ومن خلال المسابقه اللي كتشاركوا فيها طيله هذا الشهر وكل يوم خميس غادي يتم الاعلان على شكون الفائز او الفائزه المحظوظين الفوز يعني بهاتف ذكي يعني جد متطور. فاليوم غادي نتعرفوا على شكون الفائز او الفائزه معنا المحظوظه، ونتمنى واحد سعيد للجميع اوفياء لنا الخميس المقبل واللي من بعده، لانه مازال هواتف ذكيه مميزه جدا في انتظاركم. فغادي نختاروا اليوم شكون الصور المعبره اللي شاركتوا بها واللي حصدت اكثر اعجاب واكبر اعجاب، يعني اكبر عدد ديال المعجبين اللي داروا لايك لهذيك الصور اللي نتوما بعتوا، غيكون محظوظ للفوز او لا محظوظه للفوز بهاتف ذكي. في موعد ثابت كتحضر معنا الدكتوره صابرين الشتيوي، موضوعنا الطبي غادي يكون حول شنو هي التغذيه المفيده خلال فصل الخريف. دابا كنعرفوا مع البرد مع الشتا، فكيفاش نحميو نفوسنا والصحه ديالنا من الامراض ديال الموسم؟ كاين العديد من الامراض وخاصه اللي كتنتقل ما بين الاطفال. غادي نتكلموا على الزكام، على البرد، نزلات البرد، فشنو هي التغذيه اللي كتساعدنا على انه تحمينا من الامراض الموسميه وفي نفس الوقت اللي كتقوي جهاز المناعه. فإلى عندكم اي تساؤل تواصلوا معنا ومع الدكتوره على 0522 88 0060 61 62 ابتداء من 11 ل 12. لحظة غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نمشيو مباشرة لأولى فقرتنا، فخليكم دائما أوفياء لالا مولاتي ما تمشيو فين. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة العاد التحقوا بنا اللحظة، غادي نمشيو مباشرة لشهوات لالا مولاتي عند المستمعة حنان أم آدم، ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم واللي هي شهوات متنوعة. ألو حنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، صباح الخير. صباح النور، كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. على خير، بارك الله فيك، مرحبا. مبروك عليكم الصداره، تحيه لك وتحيه لكم. الله يعطيك الخير، شكرا لك بزاف، بارك الله فيك. بارك الله يبارك فيك. المهم غادي نعطيكم شي وصفات. اييه. غنعطيكم بغرير معمر بالحشوه ديال التمر والبنجان. أيه. على شكل بليغات. غنعطيكم كويرات ديال البنجال والكفته. وبديل ديال السكر الاسمر. ودي كاب كيك بجوج ديال الالوان. اييه. والغريبه ديال الزبده. صابلي ملوي بالكونفيتور والشكلاط. اييه. وغريب وبغريب بالدقيق ديال الذره. الى باقي الوقت نعطيك الطاجين ديال الكويرات بالحوت الابيض. واخا ان شاء الله. يلا نتفضلوا باش نربحوا الوقت ان شاء الله وناخذوا كاع الاقتراحات. مرحبا. ان شاء الله. فالبغريب معمر بالحشوه ديال التمر والزنجلان. نقا ديال البغرير، عندنا ثلاثة ديال الكيسان ديال الفينو. عبارة ديال العنبة. أييه. تقريبا ما يعادل واحد 400 غرام. اللي عندها الميزان في الدار. معلقة كبيرة ديال الدقيق الأبيض. أييه. معلقة صغيرة ديال الخميرة فورية أو لا أكثر على حسب الجو. واحد فانيا. ومعلقة صغيرة ديال الملح. وجوج خمارات. أربعة حتى لخمسة ديال الكيسان ديال الماء يكون دافي. وبيضة، بيضة كاملة. واخا. المهم في الإناء غادي نديرو الفينو، غنزيدو عليه المليحة وفانيا، ونديرو خميرة ثورية، ونديرو تقريبا أربعة حتى لثلاثة الكيسان ديال الماء. كنخلطو كنزيدو ديك البيضة. إيه. عادة كنديرو في الخلاط، كنزيدو داكشي اللي بقى من الماء. واحد الكاس تقريبا على حسب شحال درنا في الاول، حيت كيمشي من 4 حتى 5 الكيسان على حسب الفينو واش كيشرب ولا لا. اييه. كنطربوه مزيان 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 تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. في الاخر كنضيفو دوك الخمارات، كنديرو جوج دورات ما كنفوتوهاش. هذا اختي فناء، هذا بغرير ناجح مليون مليون في المئة.
ايه فعلا الله يعطيك زعما الصحة. يحمل يحملك وجهك بالدعم الضياف. ايه واخا صافي ملي نديرو دوك الخمارات كنطربو جوج دورات صافي ما كنزيدوش باش المفعول ديالها كيبقى. كنخليه تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، هذا كنطيبو ما كيخمش بزاف حيت هو يقدر طيبيه دي مباشرة الا كان الجو هكا سخون. كاين ايه دابا مع البرد خليه شوية يخمر. صافي كنطيبوه في المقلة ديال البغارين، من الافضل تكون ديك المقلة تكون صغيرة حيت غادي نديرو فيهم دوك الحرابل ديال هاد الحشوة ديال التمر باش يبان. اييه فعلا باش يبان، عندك الحق باش يبان شفتي داك المنظر. والحشوة ديالو فيها 500 غرام ديال التمر يكون معجون، اما نصيبو في الدار ولا نشريوه جاهز. نص معلقة صغيرة ديال القرفة، اييه معلقة كبيرة ديال الزبدة، وجوج معلقات كبار ديال الماء زهر، وواحد 50 غرام ديال الزنجبيل المحمر في الفران او اللوز او كاوكاو، المهم السيده اللي عندها. والزيت باش نحرب له هاد الحشوه هادي، ايه واخا غير باش ندهنو يدينا. وتزيين كيبقى شكلات سوداء مدوبه مع شويه ديال الزبده غير على شكل خويا تزيين. هكا كان التزيين من الفوق. المهم الحشوه راه غنخلطوا التمر مع القرفه مع الزبده مع أيه. الماء الزهر، كنجمعوا جميع العناصر من غير الزيت، كنديروها في شي زليفه كندهنوا يدينا باش نشكلوا صبيعات من الحشوه. كنهزوا دوك الصبيعات كنشندوهم يا اما في الزنجلان يا اما في اللوز يا اما في كاوكاو، السيده اللي متوفر عندها ديرو. ملي كيطيب لينا البغري كنخليه يكون شويه دافي، نغطيه باش يكون دافي باش يسهل لينا يلصق. كنديروا هذيك الحربوله في الوسط ديال البغري، وكنشدوا البغريله من الوسط باش كتجينا على شكل بليغه، ايه كتبان لينا ديك الحشوه ديال سميتو. كنصفوهم في الطبسيل على شكل ورده ولا السيده على حسب الذوق ديالها، كتزينهم بخيوط رقيقه ديال الشوكولاته مدوب اللي دوبنا مع الزبده. ايه صافي وكنقدموها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه فعلا، يعني مناسبه هكا لنا نقدموها سواء في هكا الوليدات في اعياد الميلاد كيجي في منظر ديالهم زوين، ولا هكا مع الحباب، ولا حتى يعني في مناسبات ديال العيد. فالله يعطيك الصحه كيجي منظر زوين، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. غندوزو دابا كويره ديال الدنجال والكشطه، هي تفضل. هذا كمرافق هكا غديوه خفيفه مع سلاده ولا شيوه خفيفه. كناخدو كيلو ديال الدنجال مغسول ونقي مزيان، كنقطعوه طويل بلا ما نزولو ليه القشره، فيها فوائد كثيره بلا ما نزولو ليه القشره. كنديروها في الكسكاس مع رشيشه ديال المليحه، وكنخليوه يتفور. ملي كيتفور كنزولوه من الكسكاس، كنديرو في واحد بابي ابسيوردون ولا بابي نشاف، كنخليو باش داك الماء اللي سميتو يطلق ينشف منه. وكناخدو مقيله كنديرو فيها شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الكشطه، يا اما كنشريوها بالعطريه، يا اما حنا كنديرو العطريه اللي بغينا. كنزيدو عليها كاضافه معلقه كبيره او جوج معالق كبار ديال قزور حبوب، معلقه كبيره ديال المعدنوس، دريس ديال الثومه، شويه ديال الهريسه اختياريه اللي بغاها، شويه ديال المليحه كنشحروها، كنشفرها شويه كتفرتت لينا. هذا كنزيدو داك الدنجال اللي سميتو اللي نشف، كنمعكوه هكا كندمجوه مع بعض معلقه خشبيه حتى كيندمج لينا داك الدنجال مع الكشطه اللي فيها العطريه، كيجي بحال الشكل ديال الزعلوك فعلا. اييه وكنخليوه يدفى غير شويه. هذا كنزيد واحد 3 البيضات كنخلطوهم، ما نزيدوش البيض وهو باقي سخون حيت غيطيب لينا، حنا الغرض ديالنا هو يتجمع باش نشكلو فيه اللي بغينا. اييه ونشكلو كويرات كنسندوهم يا اما في الخبز المحمص او لا السميده، انا الخبز المحمص اذا ما عنديش كنعوضها بالسميده. السميده فعلا كيعطي نفس النتيجه. عندك الحق، حتى السميده كيجي مزيان وما كيشربش نهائيا الزيت. سواء سردين ولا دنجال ولا هذا، حتى هو كيجي مزيان، ولا دقيق ديال الذره جوج مزيانين. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. يا اما كنقليوهم، يا اما كنقليوهم في الزيت، يا اما اللي ما بغاتش تقليهم في الزيت كدهن غير اللاطه، كدهنها بشويه ديال الزيت وكتطفي هاد الكويرات هذي كتدخلهم الفران حيت كلشي طاب. أيه. غير داك تيتجمع. اييه ديك القرمشه من الفوق وصافي وتحمر. فعلا هادي يعني بغاوها الوليدات، وصراحة كمقبل تجي مزيانه، ومع ستيك ديال الدجاج ولا اي حاجه يعني كيجي مزيان تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. دابا غنعطيك البديل ديال السكر الاسمر، هي البديل واخا ما غاديش يكون 100% ولكن كيكون. ايه ولكن تيكون قريب ليه دوك البدائل، حنا داكشي كان فعلا كتكون قريب عليه. حيت السيده دابا كتكون شي وصفه فيها السكر الاسمر كتستغنى عليها كاع، السكر الاسمر ما عنديش ولا ما غلطش.
كناخذ واحد الكميه ديال السكر سنيده كنديروا راس الكاسرونه على نار مهيله اييه كنحركوا بمعلقه خشبيه بحال الشكل ديال الكراميل كراميل اييه حتى كياخذ اللون ديال واخا حبيبه انا جاي هذا ادم تبارك الله الله يصلح الله يبارك فيك قلت لك كناخذوا اللاطه وكنفرشوا فيها ورق ديال الطهي وكنديروا داك الخليط راه كيجي على شكل كراميل اييه كندخلو الثلاجة حتى كيبرد في راسو عاد كنهزو ديك الطحانة ديال العصير كنطحنو فيه هكداك كنطحنو فيه وما طحنوش حتى يجي غبرة كيجي هكاك بحال السكر نخليو شوية مفرشش رقيق صافي وكنديرو في شي قرعة ديال الزجاج وقت ما عندنا شي وصفة فيها السكر الأسمر ولا بينا نعوضو السكر العادي اييه كاولا واخا يعطيك الصحة تبارك الله عليك طريقة سهلة الله يبارك فيك راه اختاريت وصفات اللي ما دازوش في البرنامج في نفس الوقت يكونوا ساهلين بالنسبه للناس اللي كاينين في بعاد على المدن الكبرى اييه دابا لي كاب كيك على شكل جوج الالوان هذا كيخرج لينا 20 بياسه بالنسبه للسيله اللي بغات تحكم في العدد ديالهم غادي ناخذوا 5 ديال البيضات والكاس ديال سكر سنيده الو اختي سنة كتسمعيني اييه كسمعك اييه وقطرات ديال الخل واحد تقريبا واحد المعلقه صغيره جوج معالق كبار ديال الحليب غبره ياغورت ديال الفاني او ديال الموز اييه وجوج فرماجات كنطربوهم مزيان كنطربو البيض دائما مع السكر سنيده مزيان هذا كنزيدو داك الياغورت وكنزيدو الحليب غبره اييه وكنزيدو الفرماج جوج فرماجات كنزيدو قطرات ديال الخل كنزيد واحد 4 معالق كبار ديال الزيت العاديه وفي الاخر كنزيد واحد 100 غرام ديال الشوكولاته بيضاء مذوبه اييه وجوج كيسان ونص ديال الدقيق عبار ديال الدقيق عنبر وجوج خمارات في الاخر جوج خمارات وجوج معالق كبار ديال الماء في الاخر ملي تكون العجينه هذه نزيد واحد جوج معالق كبار باش جوج معالق كبار ديال الماء جوج معالق كبار ديال الماء باش تجينا باش يجيونا منفوخين واخا صافي كنهزو العجين عندنا سميتو كنهزو العجين كنقسمو على جوج النص الاولاني كنخليو هكاك عادي باللون ديال الكيك العادي النص الاخر كنزيدو فيه واحد جوج معالق كبار ديال البودره ديال الكاكاو المر وكنهزو هاد العجين بجوج بهم كنديرهم في جيب حلواني باش نتحكموا فيهم ملي كنديروا واحد النص مثلا في الكويغتات ديال لي كاب كيك كنديروا النص ديال الابيض بحال اللي كتناوب كندوروا على الليمون كنديروا مثلا شويه البيض شويه ديال الشوكولات شويه من العجين البيضاء حتى كنساليو فعلا اييه باش ندخلوهم للفران كيطيبوا بطريقه عاديه ممكن هذا نديروه غير في المول الكبير هادشي اللي كاين اييه بالنسبه للتنوب بالالوان هكا باش زينا باش كيجيو مخلطين هذاك اللون الشوكولاتي مع اللون الابيض كيف ما قلتي اما فرديين اما في المول الكبير صافي خليهم سميتو كيطيبوا ملي كنخرجوهم تزيين حسب الرغبه ممكن نديروا غير النص مثلا نديروا كاكاو في النص ونص الاخر نديروا سكر كلاسي اييه في التزيين اولا بالنسبه للوليدات الشوكولا ملونه ولا داك الفانيل ملون على حسب كل مره شنو نديروا على حسب المناسبه وعلى حسب اييه هادشي اللي كاين الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك الله يبارك فيك دابا نعطيك صافي ملوي بالكونفيتور والشوكولات واخا تفضلي عندنا فيها 150 غرام ديال الزبدة يستحسن تكون ديال العبار صافي نقولوا الزبدة ديال العبار كيجي فيها زوين اييه جوج بيضات نص كاس ديال زيت عنبة واحد الفانيا كاس ديال سنيدة ديك ما كنزرب لا مزيان وقشرة ديال الليمونة اييه كنعجنو الكل وكنضيفو جوج معالق كبار ديال النشا واحد خمارة والدقيق كيبقى حسب الخليط اييه واخا كتجمع لينا كنجربوها في يدينا كتجمع لينا العجينة صافي راه كتكون واجدة وما ما كتدلكش صافي ما كيدلكش اييه كنخليوها على الاقل في الثلاجة واحد 10 دقائق تبارك الله ام عصام البارح اختي صفية راه قالت لكم دائما العجين ديال الصبيخ سيرتاح اييه هذه دابا على الاقل واحد 10 دقائق على الاقل اللي ما كديش زربان ناخذ نص ديال المربى قرعه ديال المربى كنديروها في الكاسرونه كنزيدوا عليها جوج معالق كبار ديال الجليكوز او سكر سنيده الا كان جليكوز احسن حيت كيجي كيلصق لينا العجين مزيان معلقه كبيره
كنزيدو عليها معلقه كبيره ديال عصير الليمون، كنديرو فيها كاسرونه وكنخليه واحد 5 حتى 8 دقائق كيغلى. كنخليوه على جنب كيبرد. كناخذ داك العجين اما كنقسموه على جوج، واحد الكميه كنخليوها بيضاء والكميه الاخرى كنزيدو عليها جوج معالق كبار ديال الكاكاو. اولا كنخليوه هكا عادي، من الاحسن باش يجيو دوك اللون الاورانج ديال المربى، والعجينه بيضاء كتجي زوينه ومع التزيين اللي غنديرو في الاخر. واخا كندلكوها فوق واحد البلاستيكه باش ما تلصقش لينا. كندهنو وجه ديالها، يا اما كندهنو وجه ديالها بسميتو بهذا اللي قلت لك، يا اما كندهنو بالشوكولاته مذوبه، يا اما بهذا المربى ولا الشوكولاته مذوبه. واخا وضروري العجين خص يكون مقاد، يعني خص يكون على شكل مربع ولا مستطيل باش نلويه ويجي مقاد. كندهنوه بداك المربى اللي قلت لك ولا بالشوكولاته، كنجمعوه وكندخلوه للمجمد واحد 15 دقيقه باش يقبض راسه، باش الا غنقطعوه ما يجيش ما يتقطعش لينا وتقرد ولا يرجعوش. ملي كتبقى ملي كيجمد 15 دقيقه وكنخرجوه، كندهنوا واحد البيضه مطربه مع قطره ديال الخل، كنهزو كنسندو يا اما في الزنجلان او في اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش، اولا كاوكاو مهرمش. كندهنوا داك الحربول كله وكنقطعوه على شكل دوائر، كنحطو هكا على وجههم في لاطا مفروشه بورق الطهي، كندخلهم للفران غير شويه كيطيب شويه وتيتحمص لهم داك الزنجلان او كاوكاو او اللوز اللي درنا، صافي وكنخرجوه. صافي كنقدمو بالصحه. الله يعطيك الصحه. ياك مفهوم ما الطريقه؟ لا مفهوم تبارك الله عليك يا حنان. لا لا ما كاين حتى مشكل، وهذو الظروف المباشره، وحنا اللي كنشكركم لانه كتاخذوا من وقتكم وقت وليداتكم ومع ذلك يعني كتبغيو انكم تواصلوا معنا وتفيدوا المستمعات. مرحبا. دابا بقى الوقت عندي، أيه؟ بقى الغريبه ديال الزبده وبغريب الدقيق ديال الذره والطاجين ديال الكويرات بالحوت البيض. واخا غادي ناخذ دوك جوج اقتراحات وناجلوا الطاجين ان شاء الله في الحلقه في المره الجايه. واخا واخا ان شاء الله غندوزوا الغريبه ديال الزبده ساهله. اي دابا مع ذكرى المولد النبوي الشريف يبغيو المستمعات المزيد من الحلويات. عطيو مغريبه. واخا هاد الغريبه هادي فيها واحد العلبه ديال الزبده نباتيه. راه كانت كتباع على شكل بحال العلبه ديال العسل، دابا راه ولاو دايرينها على شكل مربع وفيها اللوينات دايرينها في اللوينات، حيت هاد الزبده هي السر ديال هاد الحلوى. الزبده ديال الحلويات. الزبده ديال ماشي ديال الحلويات، هادي نباتيه. اها نباتيه. دابا مخرجين فيها الالوان، فيها الصفار والموف كاينه في الـ في الـ في سميتو في الاسواق، كاينه حتى في الحوايج. واخا زبده نباتيه. واخا كان هادي هاد سميتو كنخويوها في القصريه. كنعبروا بها سكه سنيده، حيت كتاخذ تقريبا ربع 250 غرام. واخا كنعبروا بها سنيده وكنخلطوها مزيان، كنخلو ديك سنيده مع ديك الزبده حتى كدوب مزيان وكدمج معاها. كنعبروا بها الزيت، هي نفسها كنعبروا بها الزيت. واخا وكيلو ديال الدقيق البيض تقريبا وثلاثه ديال الخمارات. اييه صافي كنخلطوا هاد العناصر كلها. راه ما فيهاش لا ما فيهاش البيض. بلا بيض ما يتسولش. ما فيهاش البيض وكان شكله غريبه. صافي وكان نديرها في بلاصه ديال الفران، كنشعليها الفوق حتى كتشقق وكنزلوها لتحت. واخا بنينه لذيذه هاد الغريبه ديال ماما كتوجد دار. اييه الله يعطيها الصحه. واخا امين الله. نمشيو للبغريق. الدقيق ديال الذره فيه جوج كيسان ديال السميده رقيقه. اييه الكاس ديال الدقيق ديال الذره، قبيصه ديال الملح، شويه ديال الخميره معجونه، وجوج خمارات، ثلاثه ديال الكيسان ديال الماء دافي. دائما في البغريه اختي سناء الماء يكون دافي، اذا كانوا في الخمارات خاص يكون دافي باش ما سميتو ما يخسرش لينا المفعول ديال الخمارات الا بغينا ننجح معانا البغريه. صافي كنخلطوا نفس الطريقه، كنديروا السميده والدقيق ديال الذره كنخلطوهم سميتو في واحد الاناء، عاد كنديرهم في الخلاط وكنخليو دائما الخمارات هما الاخرين حتى كنطربو مزيان، عاد كنزيدو خمارات دوره وحده ولا جوج دورات صافي كنحبسو. وكنطيبوه في المقله ديال البغري العاديه، سواء كبيره ولا صغيره على حسب الاختيار، وتزيين راه كيبقى على حسب السيده واللي بغات. صراحه بديل الدقيق ديال الذره والسميده كيجي خفيف، يعني واخا كتاكلي منه ما كي بصراحه ماشي ما كيتقلش عليك. لا كيجي زوين وخفيف. الله يعطيك الصحة حنان أم آدم، شكرا لك بزاف على كل هاد الاقتراحات.
الله يعطيك الخير، الله يبارك شكرا فيك، لك بزاف، عواشكم مبروكة بارك لك الله فيك، وجميع صباحك الطاقم مبروك. التقني والسيدات كلهم الحادقات كلهم من طنجة الكبيرة، كنتمنى لهم عواش مبروكة بالصحة والسلامة، وتبارك الله عليكم اختي سنة واسمحي لي. مرحبا، بوسينا آدم، وتبارك الله عليك حنان، وشكرا لك بزاف على كل هاد الاقتراحات السهلة والبسيطة جدا المتنوعة واللي في متناول جميع السيدات، واللي نتمنى أنكم تكونوا سجلتوها معنا، مقادير والطريقة مضبوطة جدا. فتحيتنا مرة أخرى لحنان أم آدم على المشاركة ديالها. حفيظة شاركتي بالعديد من الاقتراحات، ونتمنى أنه تعطيني صابلي بما أنه دابا احنا في على الاقتراب يعني من ذكرى المولد النبوي الشريف، نبغي المستمعات أنهم يستافدوا من هاد صابلي. تفضلي حفيظة، نمشيو للمقادير والطريقات ديال صابلي. واخا خالتي، المهم الصابلي تنحتاجو 200 غرام زبدة، أنا درت زبدة العبار، كاس معمر السكر، كاس سنيدة، كاس الزيت، سمحي لي عفوا، الزيت واخا، كاس الزيت، بيضة، كأس مايزينا نشا، فاني، معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو، نعاودهم ليك يكون أحسن. واخا واخا، 200 غرام زبدة أنا درت ديال العبار، كأس معمر السكر، كتسمعيني أختي؟ أييه، نص كاس الزيت، بيضة، جوج فاني، كأس نشا، معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، واخا هادو هما المقادير. أييه، في الطريقة تنحتاجو المهم الزبدة تنخدموها مع السكر، تنزيدو عليها الزيت، تنديرو هذيك المعلقة ديال القهوة سريعة الذوبان مع البيضة، تنخلطوهم مزيان ونزيدوهم على الخليط، تنزيدو صافي، تنديرو الطحين، هذا المايزينا، ونديرو فاني، جوج فاني، وكنجمعو بالطحين حسب الخليط، المهم ما تكونش قاصحة بزاف. ايه واخا، كنجمعو بالاطراف الاصابع ديالنا يعني ما ندلكوهاش، من تنجمعوها تنخليوها ترتاح في الثلاجه واحد المهم قدر الامكان نص ساعه لساعه على المستطاع، وعاد باش كنخدموها نجبدوها نطلقوها تنقطعوها ضريسات، نطلقوها في جوج ميكات، ميكا من تحت ميكا من الفوق، نطلقوها مزيان ونقطعوها بالمرشم اللي عندنا اللي متوفر لينا في الدار واللي عجبنا، صافي كنطيبوها والزواق على شوف اللي بغيتو. انا درت الشكلاط ذوبته ودرته في السيليكون وزوقت به، المهم تيجي هشيش غزال كما قلت يعني العجين ديال الصابلي، ولكن حتى مشكله حفيظه اول مشاركه، بالعكس مرحبا بك، مرحبا بك حفيظه، وتبارك الله عليك عطيتينا العجين ديال الصابلي كيف ما قلتي، والتزيين كيبقى على حسب الاختيار، انت سجلتي انت درتي داك ترونسفير ديال الشوكولات وزينتي هكا على شكل بابيون على شكل، فتبارك الله يعني كاين تشكيلات كثيره كيبقى على حسب المستمعات. وانا من المستمعات الوفيات والله العظيم، وما انا سعيده جدا بهذه المسابقه اللي عرفتني على العديد من المستمعات اللي ما تيحالفهمش الحظ انهم يعني يشاركوا مباشره ويقبط لهم الخط في البرنامج، وراه كنسجلوا ارقام الهاتفيه ديالكم، واكيد ان شاء الله نبقاو على تواصل، ومرحبا بك. ربي يخليك، شكرا لكم، الله يبارك فيك حفيظه. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لامولاتي، ومعنا الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري، اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اهلا بك دكتوره صابرين، مرحبا بك دائما معنا. اهلا بك سناء، اهلا بميد راديو، اهلا بالمستمعين الكرام. الله يبارك فيك. اليوم في موضوعنا الطبي غادي نتكلموا على التغذيه المفيده خلال فصلي الشتاء والخريف، والوقايه كيفاش كتكون باش نقويو المناعه ديالنا باش نحميو نفوسنا من امراض هذا الموسم. فتعرفوا لانه خلال فصلي الشتاء والخريف الكل تيعاني يعني كبار وصغار من نزلات ديال البرد من امراض خاصه بهذا الموسم. فقبل ما نمشيو للتغذيه اللي اكيد يعني وشتينا العديد من الامور اللي هي مهمه جدا، نبغيو نعرفوا اولا شنو الامراض المرتبطه بهذا الفصل.
الوغ فصل الشتاء هو واحد الفصل اللي كيمتد من 21 ديسمبر، يعني من 21 ديسمبر الى لو 20 مارس، حتى 20 مارس. هو واحد الفصل اللي كيمتاز بواحد البروده، كيمتاز بواحد الطقس متقلب مع انخفاض مهم في درجه الحراره. الوغ من بين الامراض الشائعه في هذا الفصل كاين نزلات البرد، ولا ما يعرف بالانفلونزا، انفلونزا. الوغ هي اللي كتطغى في هذا الفصل. الوغ من الاعراض ديالها هناك ارتفاع كبير في درجه الحراره، هناك سيان الماء من الانف، هناك انسداد الانف، فقدان بعض المرات حاسه الشم، يعني انا نسمي الشخص ما كيبقاش كيشم مزيان، كاين الصداع النصفي، وكان واحد الرغبه شديده في النوم. الو هاد نزله البرد كيفاش يمكن الوقايه منها؟ هو اولا بتغطيه ديال الراس وتغطيه ديال الانف، وبيان سو قبل ما يبدا فصل الشتاء خصنا نوجدوا له سواء على صعيد الفيستيمونتير ولا على صعيد التغذيه، يعني يفو بيان سيكيبي، خص الحويجات يكونوا شويه سخيخنين، خص يعني بالنسبه للولاد الصغار مناسبين لهذا الفصل، خاص دي كاشني، خاص دي بوني، يعني باسكو الانفلونزا يعني كيفاش كان نديروا الوقايه منها عبر هاد التغطيه. بيان سور الا كان ارتفاع درجه الحراره فاحنا كناخذوا مخفضات الحراره، كناخذوا الباراسيتامول. نورمالمون هاد نزلات البرد كتراوح بين 3 ايام حتى 7 ايام ماكسيموم. الى ما بريناش او بو دو 7 جوغ، يعني كنديروا واحد القسط من الراحه، كنرتاحوا في الدار، كنتغطاو، كناخذوا ماده باراسيتامول ولا الليبوبروفين، كناخذوا مشروبات ساخنه وسورتو دي سوب، يعني حساء ساخن. الى او بو دون سيمين اوني با غيري، ديك الساعه فو بارتير فوار لو ميدسان. كاين اوسي التهاب الحلق ولا ما يعرف بلي فارانجيت، يعني الشخص كيحس بواحد الصعوبه في البلع، ما كيقدرش يبو با افالي. ديك الساعه كتكون اون انفلاماسيون ديال اللوزتين، يعني كتكون اون ايتاب قبل من لي زونجين، كاين سكون ابل لا فارانجيت، يعني كيكون غير مجرد التهاب الحلق. وهذه كتظهر بالتحديد ملي كيكون دوك التغيرات الهوائيه ما بين السخون والبارد، كيكون مثلا فواحد البلاصه سخونه اولا مغطي مثلا العنق ديالو بشي حاجه سخونه حتى كتعرقو، من بعد كيخرج شي بلاصه اللي هي بارده. سينون ملي لا بيرسون كتلبس دي كول غولي كورون لا جورني، وملي كتدخل في الليل فوالا كتزول داك لو بول ديالها، دونك كيضربها البرد الحلق ديالها. الوغ كيف ما قلنا صعوبه في البلع، ظهور واحد الرائحه اللي غير محببه في الفم من اعراض هاد لافارانجيت. الوغ بالنسبه للطرق فاحنا كناخذوا مشروبات، يعني مشروبات اللي فيها القرفه، مشروبات اللي فيها اليانسون، مشروبات اللي فيها الزنجبيل، هي مفيده لهاد لافارانجيت. وكنديروا ان كارغاريزم وي بالماء والملح. داكو الوغ حتى هي او بو دون سيمين الا ما فاتش هاد لافارانجيت فاحنا خصنا نمشيو نديروا استشاره ديال الطبيب. علاش؟ لان بعض المرات كيكون واحد الميكروب اللي هو سميتو لي داسلو لي زونتي ستريبتوليزين، ملي ما كداوش هاد لافارانجيت فكتحول الى اونجين، وهذاك لو ميكروب كيرتفع كيطور المضاعفات وي، وهذاك الميكروب كيبقى يتسرنا في الدم، وبعد المرات الى طول يقدر يدير لنا اما ان روماتيزم كاردياك ولا يدير لنا ارتريك دو جونو، يدير لنا التهاب ديال المفاصل. داكشي علاش الوليدات الصغار بعض المرات الامهات ما كيردوش البال في الصور ديالهم، يعني مثلا ملي كيديروا الحلق كيعطيه الماء بالعسل، ولا كيعطيه العسل بالحامض، ولا شي حويجات هكذا ديال البيت. ملي كيوصل الوليد المراهقه كيبدا يحس بالم في الجهات ديال القلب، ولا كيحس بالركيبات ديالو كيحرقوه. ملي كنديروا له التحاليل ديال ديزاسلو كنلقاهم مرتفعين، معناها بان ذاك الوليد في الصغر ديالو كانوا كيجوه هاد لي فارانجيت، وكانوا كيجوه لي زانجين، ولو ميكروب بقى كيتسارى في الدوره الدمويه بلا ما نداويوه. هذا هو لو دونجي ديال هاد لي فارانجيت. كاين اوسي الربو، لازم الناس كلهم كيعرفوا بانه التهاب حاد في الشعب الهوائيه، يعني كيتخنق العصب الهوائي وي، الشخص ما كيبقاش قادر يتنفس بواحد الطريقه اللي هي نورمال واللي هي مريحه. وبعض المرات كنسمعوا دي سيبيلون ولا دي غال سيبيلونت، يعني دي سيفلمون بحال الصدر ديال الشخص كيصفر. بيان سور في النزلات ديال الربو كنمشيو مباشره استشاره الطبيب باش كيعطينا الادويه باش كنسرحوا دوك الشعب الهوائيه. وبعض المرات كاع يقدر يعطينا، اللي المغاربه كلهم كيعرفوه بسميه الرابوز، باش ديك الساعه كنقدروا شويه نفاجئوا على دوك الاعراض. فوالا كاين اوسي التهاب المفاصل، يعني الاشخاص كيحسوا بالحريق في المفاصل ديالهم، كيقول لك هذه البروده. الوغ مع العلم بان النساء عندهم بلوس دو تيسيو غريسو كلي زوم، يعني النساء عندهم شحوم اكثر من الرجال. الوغ النساء في فصل الشتاء ما كيحسوش بداك البرد اللي كيحس به الراجل، يعني مثلا الرجال هما اكثر عرضه لي غوم، اكثر عرضه لي غريب، واكثر عرضه للبروده الخارجيه، لان ما عندهمش داك لو تيسيو غريسو اي بي اللي عند النساء. باغ كونطخ النساء هما اكثر عرضه للبروده الداخليه،
يعني النساء هما اللي كتلقاهم بكثره عند لي روماتولوج لان عندهم الم المفاصل وعندهم لي روماتيزم المفاصل كيحسوا بالبروده الداخليه. الوغ النساء كيحسوا بالبروده الداخليه اكثر من الرجال والرجال كيحسوا بالبروده الخارجيه يعني توسكي انفلونزا غريتي تعرضوا لنزلات البرد اكثر من النساء فوالا افيكتيفمون. واخيرا كاين قرح الفم والانف يعني بعض المرات كيطروا لنا واحد البطور حول منطقه الانف ولا منطقه الفم ولا الذقن ولا بعض المرات لي خبيس لو بوتون دو فيفر اللي كيعرفوه الناس كلهم. الوغ هذاك عباره على واحد المانيفيستاسيون ديال التعرض للاجهاد والتعب النفسي والجسدي يعني الاشخاص كيكونوا شويه متعبين دونك اوتوماتيكمون المناعه كتنخفض وكيبداو يبانوا داك القراح ديال لي خبيس. بيان سور تريتمون ديالهم هو واحد لابوماد انتي فيرال مع الكومبريمي ديالها انتي فيرال خاص ادويه تخدم من الداخل كاستعمال الداخليه بالاضافه للمرحله باسكو لي خبيس ان فيروس فوالا واخا. واش يعني بالنسبه لهذا الموسم ديال الفصل الشتاء والخريف ومع هاد الامراض كلها المرتبطه بهذا الموسم واش كاين بعض الاشخاص اللي مثلا نهائيا ما كيتصابوش خلال هذا الفصل ما كيتصابوش نهائيا من نزلات البرد يعني كدوز الامور الحمد لله مزيانه وكاين بعض الاشخاص اللي كطول فيهم واشخاص اخرين اللي يعني ما كيفوتوش 3 ايام مثلا 4 ايام وكتستمر الامور. واش هذيك عندها علاقه بالمناعه يعني بكل واحد والمناعه ديالو؟ ايفيكتيفمون عندها علاقه بالمناعه وعندها علاقه بالانفيرونمون يعني البيت كيفاش عامل والعمل يعني الانفيرونمون سواء اللي كنسكنوا فيه ولا اللي كنعملوا فيه لان خصو يكون ما يكونش فيه ان تو ديميديتي يعني ما تكونش فيه الغموليه خصو يكون مشمس خص تكون واحد الدرجه من التهويه. وعندها علاقه بالوقايه لان كيف ما كنعرفوا فالوقايه خير من العلاج سافا دير كو خصنا نبريباريو الشتاء يعني كيف ما مثلا كنبريباريو الاعياد والمناسبات خصنا نبريباريو الفصول يعني مثلا في فصل الصيف كتلقاي كلشي كيخرج كيشري لباس السباحه فوالا ايتو ديال البحر فوالا الوغ نفس الشيء بالنسبه للشتاء يعني بالنسبه للشتاء خصنا نشريو الحويجات ديال الشتاء وخصنا نوجدوا له على صعيد التغذيه ولا صعيد الفيتامينات. واخا قبل ما نمشيو للتغذيه شنو هما الاحتياطات العامه اللي تنصحي بها يعني الناس اللي كيسمعونا اليوم مثلا؟ وي الوغ جوست باش نذكر واحد الحاجه حنا ذكرنا على مساوئ فصل يعني ذكرنا مساوئ فصل الشتاء مي هو واحد الصيف واحد الفصل باردون اللي هو محبب نورمالمون الناس علاش لان كاين ساعات النهار قصر من ساعات الليل دونك الليل اطول من النهار وهذاك لو فات كو هناك قصر ساعات النهار دونك الشخص دغيا كيدوز عنده النهار غابيدمون ما كيحسش بذاك التعب ديال الخدمه ولا ديال الدراسه دونك كينقص واحد الشعور بالاضطراب والاكتئاب يعني داروا واحد الدراسه لقاو بان لي ديبرسيون ولا الاضطراب النفسي كينقص في فصل الشتاء والنفسيه كتولي في واحد الحاله اللي هي افضل وساعات النوم يعني كنستافدوا منها اكثر الواحد كيرتاح هناك زياده في فتره النوم هناك زياده أوسي في فرص النمو لان كيتزاد قدره الجسم على افراز هرمونات النمو كاين قله التعب عند ممارسه الرياضه ولا عند الحركه علاش لان الجسم ديالنا على اثر البروده كيحتاج للدفء دونك اوتوماتيكمون ملي كنديروا الرياضه ولا كنتحركوا ولا كنخدموا فحنا كنعطيو واحد الطاقه دونك ما كنحسوش بداك التعب ولا الارهاق اللي كنحسوا به في الصيف ولا كنحسوا به في لي زوتر سيزون. كاين اوتر شوز نقص ديال التعرق يعني الناس اللي كيعانيو من حالات ديال التعرق المفرطه فهما كيرتاحوا شويه في الشتاء لان اوتوماتيكمون داك العرق كينقص دونك وكينقص معاه فقدان السوائل والاملاح المعدنيه دونك هذا بالنسبه لفوائد فصل الشتاء اللي ما خصناش ننساوها. بالنسبه قلت لك قبيله كيفاش خصنا نديروا لا بريفونسيون ولا كيفاش خصنا نوجدوا لفصل الشتاء الوغ اولا خصنا ناخذوا الكفايه ديالنا من الفيتامين سي باسكو الفيتامين سي عنده دور في الوقايه ملي كيمرض الواحد وكتجيه النزله ديال البرد فهو كيولي الفائده ديالو اونتر 30-40% سي تو مي نورمالمون الفائده ديالو 100% كتكون قبل الاصابه بنزله البرد يعني يكون عنده الحاجيات ديالو من الفيتامين سي. الوغ وهذا الفصل الشتاء زعما الحمد لله متوفر فيه جميع الاغذيه اللي فيهم لا فيتامين سي على راسهم لي مانداغين دابا يعني دابا لا سيزون ديال كليمونتين ديال لي مانداغين دونك خصنا نورمالمون نديرو يعني الشخص خصو شاك جور الا ما عندوش مشاكل في الجهاز الهضمي ياخذ لو فير ديال جو دورانج ديالو فوالا ولا يتناول في لي كولاسيون ديالو في الكوتي ديالو ياخذ لي هذوك لي كليمونتي لي مانداغين. فيه فيتامين سي فيه وي فيه لا فيتامين سي رمان وفيه لي زونتي اوكسيدون كيف ما قلنا فيه لي فلافونويد فيه لي بوليفينول غير رمان نردو منه البال سكو انا يعني اون طونك ميديسان ديابيتولوج كيجوني لي ديابيتيك الوغ كيقولوا لي كناكلوا الرمان وي الرمان غزال اي تو مي اي سو في كو الحبات ديال الرمان يطلعوا السكر
في حين بان لب درغمان ديك القشره البيضاء والقشره الخارجيه فيها واحد الماده مره اللي كتهبط السكر. دونك انا كنقول لهم خصهم يخلطوهم فوالا وان بلوس من نيفيتيو العصير الرمان بالنسبه للديابيتيك يعني ناكلوه هكذاك وما نفوتوش نص رمانه. الوغ ابار الفيتامين سي نديروا الكفايه ديالنا اوسيم لا فيتامين دي لان في هذا الفصل ما كتبقاش اشعه الشمس وحنا كنعرفوا بان 80% ديال فيتامين دي كناخذوها من الشمس. دونك خصنا ناخذوا الكفايه من لا فيتامين دي باش ما نحسوش بداك الارهاق والتعب العضلي سورتو الحريق اللي كيكون اونيفو ديال لي ميسكل. فين كاين لا فيتامين دي؟ كاينه في الاسماك الدهنيه بيان سور سرديل ماكريل طون سومون كاينه في قزبر معدنوس كاينه في الفلفل الاحمر والاصفر كاينه بيان سور في الكبد سواء كبد يعني ديال الفو ولا الكبد ديال الدجاج بواحد الصفه اللي هي متساويه. دونك ناخذوا الكفايه ديالنا من لا فيتامين دي. ناخذوا اوسي ماده الزنك اللي هي جد مهمه في فصل الشتاء لانها مضاده للفيروس ولي باكتيري وهاد ماده الزنك كاينه في لي فروي دو مير. كاينه اوسي ماده السيلينيوم وكاين الفيتامين او هادو بزوج كاينين في الفواكه الجافه وكاينين في الزيوت يعني زيت الزيتون كاين في زيت الكتان وكاين في زيت السمسم يعني السيلينيوم ولا فيتامين او. الوغ ناخذوا اوسي مشروبات ساخنه للترطيب وناخذوا اغذيه كتمد بالطاقه. الوغ في هذا فصل الشتاء من احسن الاغذيه اللي كتمد بالطاقه هما القطاني. الوغ القطاني فيهم واحد الماده اللي هي الموليبدين اللي كترفع من الحراره ديال الجسم. دونك الشخص كيلاحظ بان ملي كيتناول القطاني فهو كتطلع له لا تمبيراتور كوربوريل وهذا هو الفائده من القطاني انك تعد عندك الحاله ديال التسخين. يعني اللوبيا العدس الحمص وي الفول الجبنه اليابسه الخضراء فوالا الخضراء اكسيلونت الوغ من الاكل المغربيه اللي مفيده جدا وتري انتريسانت هي البصاره سواء الوغ سواء البصاره ديال الفول ولا ديال الجبنه غير هي نحاولوا نديروها بواحد الطريقه اللي هي صحية أكثر سافيديغ كو نديرو القطاني ونخلطو معاهم الخضر. يعني أنا بالنسبة لي البصارة ما خاصش يكون فيها الفول بوحدو ألوغ خاص ضروري من نديرو معاها الخضر موسمية يعني سواء اللفت سواء بطاطا حلوة وغندوي بتفصيل من بعد على ودوك الخضروات الورقية اللي تبارك الله معروفة بهم بزاف ديال المناطق واللي عندهم فوائد كثيرة. أكيد لأنه مازالين مواصلين رفقة الدكتورة صابرين الشوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم كنتكلموا على شنو هي التغذية المرتبطة بفصل الشتاء والخريف وكذلك شنو هما الاحتياطات اللي خصنا ناخذوا لتقوية المناعة من حيث التغذية. فغادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم على 05 22 88 00 60 61 62. معنا رمضان من وجدة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. تحية إليك والدكتور الصبري. مرحبا سيدي. وتحية للتقنيين الموجودين ومستقبل المكالمات. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يخليك. أنا كان عزل طاسيون هذه 14 سنة دائما يعني كندير الكنينة وكندير واحد كارديجيك وين يعني عند الطبيب هذه مده وين 14 سنه والتوازن غادي مزيان مزيان دائما عندي 14 على 7 على 8 يعني السن ديالي شويه كتسمع في هذا الشيء وين المشكله اللي كاين وهي كتوقع لي هالايامات شي دوخه واش ذاك الطونسيو كيدير ديك الدوخه وين هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح لان ما عرفتش بغي ندير الحجامه وخفت لان مادام ندير كارديجيك واش نديرها نقطعها نمشي ندير ديك الحجامه ما فهمتش الدوخه اللي كتجيني في الراس بعض المرات كنكون جالس تجيني الدخان. اما بالنسبه للسكر عندي اللي في الخزان 5.5 مزيان تري بيان وعندي في الاخر تاع الصباح 0.1 مزيان ما كاينش شي حاجه في السكر. الوغ الكوليسترول اسيدي الكوليسترول عندي جوج جوج فوالا الوغ باسكو كاينه الدوخه ديال الكوليسترول ياك وي كاينه الدوخه ديال الكوليسترول لان الكوليسترول خصو يكون قل من جوج ياك اي واش ندير التغذيه اختي الله يخليك واخا الوغ بالنسبه لي مرحبا سيدي مرحبا تفضلي. الوغ 14 7 و 14 8 فهي طونسيون اللي هي مزيانه. الوغ لو فات كو بغي يدير الحجامه سي اكسيلون مزيان لان الحجامه كتوازن بزاف ديال الاضطرابات الصحيه وهي سنه نبويه دونك هي محبذه. الوغ المشكل انك ياخذ كارديجيك دونك عنده جوج الحلول اما غيحبس كارديجيك بيان سور بعد استشاره طبيب القلب باش نعرفوا واش بامكانه يحبس كارديجيك وي ولا غيمشي يدير واحد التحليله سميتها تي بي اي ان ار يعني معدل تخثر الدم
باش نعرفوا اذا كان عنده تخثر الدم نورمال يقدر يمشي يدير الحجامه سون بروبليم. داكوغ. بالنسبه للكوليسترول خصو يكون قل من جوج. اذا كان واصل لجوج فهو كيدير واحد النوع من الدوخه، لان كينقص نسبه الاكسجين اللي واصله للسيرفو، دونك اوتوماتيكمون الشخص ما كيبقاش عنده ديك الاكسجين كافي، دونك كتقبطوا واحد النوع من الدوخه. بالنسبه للريجيم اليمونتير سي كو، سي كو منوع المقليات، منوع زيت الروميه، يعني كتفيو بالزيت البلديه، اي حاجه غنزولوا لها الجلده ديالها، يعني مثلا كنا غناكلوا الدجاج غنزولوا له لابو ديالو، اللحم ما رافع 10 ايام لان فيه بوكو دو غرا، لو بواسون ناخذوا لو بواسون بلون اكثر من لو بواسون كي غرا، ولا خدينا مثلا سترديل ولا الماكريل فهو يكون خصو يكون طيب في الفران. البيض جوج بيضات في السيمانه يكونوا بلديين، دونك نقصوا من البيض، وبوكو دو مارش لان لا مارش كتنقص من نسبه الكوليسترول. وكنشجعوا اوسي باش يستعمل لو فينيغ دو بوم، يعني خل التفاح، خل التفاح فهو سي ان بون تريتمون، يعني يديروا في الشليضه ديالو شاك جوغ، يعني يدير واحد الشلاضه اباز دو ليغوم فيغ، يعني فيها الخس، فيها الخيار، فيها الفلفله الخضراء، فيها لي شو، فيها اون بوم فيغت، فيها تفاحه خضراء، وهذا الشيء كله يدير معاه خل التفاح ويتناولو كوم اون سالاد كل نهار في الغداء ديالو. واخا الا سمحتي نرجعوا لموضوعنا، لانه اليوم كنتكلموا على الوقايه من زلات البرد وكيفاش نحميو نفسنا يعني بتقويه جهاز المناعه. التغذيه اللي كتقوي جهاز المناعه وخاصه عند الوليدات، لانه كنعرفوا الوالدين دائما كيحرصوا على وليداتهم، وخاصه ملي تيكونوا تبارك الله في الدار ثلاثه اربعه ديال الوليدات شي تي عادي شي. الوغ اولا تهويه البيت، دوزيامون نستعملوا دي زويل اسانسييل في البيت باش نطردوا هاد فوالا الفيروس باش ما يعاديش شي بيان سور، ولا نستعملوا دي بلانط، يعني حنا في المغرب عندنا تبارك الله الخزامه وعندنا الشيح كيسون يعني الخزامه والشيح يسون اكسيلون، سي سون دي انفيكتون، يعني نطلقوهم في الدار باش شويه غي البخار هكا افيكتيمون البخار يوي الدار وفي نفس الوقت فوالا يفون ابسوربي. دوزيامون التغذيه فهي تغذيه موسميه بامتياز، يعني في هذا الفصل عندنا مجموعه من الفواكه ومجموعه من الخضر اللي هي دواء للفيروس ودواء لي باكتيري. الوغ بالنسبه للخضر اللي كاينين في هذا الفصل اللي كان اللي خص الناس يكونسوميهم بكثره فهي البقوليات، يعني توسكي خبيزه السلق القرنينه لي زيبينار لي اسبيرج. الوغ هما غنيين بماده البوليفينول واللي فلافونويد. عندنا البصله الخضاريه سورتو اوراق البصله الخضاريه اللي فيها ماده لاليسين. عندنا الثوم الوغ البصله الخضاريه الثوم والبقوليات زائد بطاطا حلوه اللي فيها ماده لينولين، بطاطا القصبيه، هادو هما خضر هاد الموسم خصنا نركزوا عليهم يعني بدرجه كبيره. اوتر شوز عندنا الجزر اللي هو حارق جيد للدهون، فيه ماده البيتا كاروتين. عندنا اللفت الابيض واللفت الصفر اللي هما اوسي معروفين في هذا الفصل. عندنا البسباس، عندنا القوق، عندنا الكرافس، وعندنا اليقطين يعني لي بوتيون القرعه الحمراء. هاد الخضر كنانسيستي عليهم بزاف لانهم الوغ سورتو الكرافس واليقطين فهما كيحسنوا من صحه المتانه لا فيسي. كنعرفوا بان الناس كلهم ولا اغلبيه الناس في فصل الشتاء كيعانيوا من مشكل ديال كثره التبول اعزكم الله، لانهم كيتخوفوا تيقولك لربما يكون داء سكري. افكتيمون نو هو سي جوست كو المتانه هي اللي تري سنسيبل في الفتره ديال الشتاء، دونك كيطراو انقباضات على اثر نقص ماده الاكسجين لان حنا كنحتاجوا واحد الطاقه، دونك الخليه كتستعمل بزاف ديال الاكسجين، دونك عندنا واحد انقباضات في المتانه. دونك كنوصي بزاف على الكرافس وعلى اليقطين على الثوم، وسي كنوصي بالشعير لان غني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف، وهو كيسخن الجسم من الداخل لان فيه واحد النسبه مهمه من الفيتامين بي 6 وفيه التريبتوفان. دونك اما نفطروا به على شكل تلبينه ولا نتعشاو به على شكل اون سوب. الوغ بالنسبه للفواكه اللي كاين في هذا الفصل فبيان سور كاين قلنا الموندارين كليمونتين فوالا، الوغ كاين اوسي التمور، يعني التمر هو تري امبورطون في هذا هو امبورطون طول السنه مي سورتو في هذا الفصل. كاين اوسي الباباي يعني ولا عنده موجود بكثره، كاين الكيوي في هذا الفصل، كاين الرمان بيان سور اللي هو جد مهم وتكلمنا عليه قبيله. الوغ بالنسبه للحوم فهو هذا الفصل ماشي فصل ديال اللحم الاحمر ولا ديال البواسون، لان دابا السمك اللي متوفر هو سمك كونجلي لان ما كيخرجوش على بيش في نورمالمون في هذا الفصل. فوالا هو فصل بامتياز ديال الطيور، يعني توسكي دجاج بلدي
il est excellent. Tout ce qui est hijl, les cailles, ou les œufs de caille, يعني السمان ولا بيض البيض ديال السمان. Donc انا كنأكد على augmenter la consommation ديال الدجاج البلدي, ديال aussi la dinde بلديه اللي هو متعارف عليه بيبي ولكن يكون بلدي. فوالا دونك كيف ما قلنا الطيور الحجل السمان فهي متوفره في عندنا في اللي مارشي نركزوا عليها اكثر في التغذيه. وي افكتيفمون خاصه وانه يعني الطياب ديالنا المغربي وانه الحجل السمان يعني كتب بسمان بالصلاب افكتيفمون جوستمون المعدنوس هذو كلهم يعني امور اللي كتدفي وكتعطي افكتيفمون. علاش؟ لان خصنا نحفزوا النظام الهرموني الداخلي, يعني خصنا نطلعوا نسبه لي فيتو اوستروجين, خصنا نسخنوا الجسم من الداخل. شنو اللي كيسخنوا؟ فهو الطيور كتسخن الجسم, بيان سور البصل ثم كيف ما قلتي, بيان سور الكرافس, وبيان سور الزيوت النباتيه يعني زيت الزيتون فوالا, زيت ارغان, زيت السمسم, زريعه كتان, وبيان سور السمن لانه هو من افضل الماكولات في هاد الفصل. مع العلم بان اوسي في فصل الشتاء الدوره الدمويه كتكون تري غالونتي, يعني كتكون فريمون بطيئه جدا. دونك خصنا نحركوها. باش كنحركوا الدوره الدمويه؟ فكنحركوها بالقطاني وسورتو بالحمص. ذكرتي الدواجن البلديه يعني بحال الدجاج بلدي, السمان, الحجل. بالنسبه للوز والبط, لانه بزاف المناطق تبارك الله اللي كياكلوه افكتيفمون. الوغ الكانار فوالا, الوغ لو كانار فهو يعني من الاكلات ولا من الطيور الاكثر غنى بلو بون غرا, بلا ماتيير غراس اللي هي مفيده, فيه مجموعه من الفيتامينات. يعني كنتمنى انا يولي اكثر كونسومي, لان احنا في المغرب كنميلوا بزاف الدجاج البلدي, البيبي البلدي. بالنسبه للسمان ولا الحجل فهو مقتصر على واحد المناطق. لو كانار في المدن الكبرى كصعوبه انه الواحد وي الوغ كو لو كانار بور موا زعما هو واحد وي افكتيفمون سورتو كو مثلا لو كانار يعني لي فرونسي كياخذوا منه لو فواغرا, يعني بالنسبه لهم كياخذوا منه واحد المكون كي تري امبورطون بور لا كوزين فرونسيز. دونك الوغ كو حنا اللي عندنا الاصل, يعني حنا عندنا داك لو كانار اللي هما كيخرجوا منه لو فواغرا. كاين اوسي لي تروف هي الترفاس. الترفاس الوغ الترفاس غني بزاف ماده السيلينيوم, و سي تري امبورطون في هذا الفصل ان هذا السيلينيوم كيقوي لنا المناعه بواحد الشكل اللي هو جد جد جيد. وداك الترفاس الوغ المغاربه كيتفنوا ان كيديروا طويجنات ديال الترفاس, يعني كنوصيهم اوسي على لا كونسوماسيون ديال هاد المكون. الوغ كيف ما قلت الدوره الدمويه من بين المكونات اللي كتسخنها حتى الحمص. الوغ انا بالنسبه لي الوداد الصغار يعني خصهم يرجعوا لديك العاده القديمه ديال الحمص بالتوابل, يعني ياخذوه اون كولاسيون, يعني سي تري امبورطون, يعني شويه الحمص مع المسلوق مع 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 الثومه مع العطريه نديروه للوليدات في اون بواط ويديه معاه ليكول. فيعني هو فكره مزيانه بوغ اون كولاسيون, اون ميم طون كيحسن الدوره الدمويه, كيحسن المناعه. فوالا كاين اوسي الذره, يعني الذره البلديه تري امبورطونت, يعني سواء نديرو منها دي غاليت ولا نديرو منها اون سوب. بيان سور بالاضافه لمجموعه من المشروبات اللي هي كتسخن. واخا حنا غادي نتكلموا على المشروبات بعد ما ناخذوا هذه المكالمات الهاتفيه. معنا فاطمه من تارودانت. الو الو فاطمه. واخا مازال معنا فاطمه من تارودانت. الو واخا ناخذوا مكالمه اخرى. معنا الهام من وجزات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا. كل شيء على خير. مرحبا دكتوره لاباس عليك؟ الحمد لله الله يجازيك بخير. شكرا على هذه النصائح اللي كتعطينا. مرحبا الله يطول عمرك. تمشي لي الموضوع شويه خارج على الموضوع ديال اليوم, ولكن الموضوع ديال اليوم مهم بزاف. راني متبعه وكنسمع شنو كتقولي بالضبط. مرحبا. بخصوص على وليداتنا وهذا تبارك الله زعما معلومات قيمه. بغيت غير نسولك على حسب عندي انا مشكل ديال الحرقه ديال المعده الحموضه. وي غير واحد السؤال بسيط عافاك الله يجازيك بخير. وي كندير الدواء وكنتبع الريجيم كنحس براسي مزيان. وي ولكن اون فوا كنقطع الدواء بواحد السيمانه كنحس براسي كترجع ليا, كترجع لي ديك الحموضه كطلع ليا. واش الدواء ما كياثرش؟ يعني نبقى دائما على هذا الاساس هذا, حيت مشيت دوزت البارح عند الطبيب قال لي ما عندك حتى شي مشكل في المعده, عندك الفم ديال المعده مشلول. مرخي سميتو اون غنياتال. اييه يعني نياتل. وي عندي مشكل في الفم ديال المعده مرخي, ما بقاش يعني كيتحكم لي في هذا. ملي كناكل كطلع لي ديك الماكله وكطلع لي الحموضه. وي دابا بغيت الله يجازيك بخير نسولك على الدواء, واش ماشي مشكل نبقى نشربو ملي نحس بها؟
نشربه وصافي، يعني ما عنديش ما عندوش اي تاثير على الصحه. الو الدواء عنده تاثير على الصحه لان الدواء داك الدواء اللي ديال الحموضه فهو او ميم طون مفيد، ما عندكش غنى عليه باسكو دابا عندك اون غنياتال، يعني بحال عندك الفتق في ام المعده، يعني المعده طلعت من بلاصتها مشات للوزوفاج، دونك اوتوماتيكمون الحموضه ديما غتبقى تطلع داكوغ. دونك انت ما عندكش غنى عليه، يعني خصك تاخذيه باش ما تطلعلكش ديك الحرقه. مي مالوغوزمون داك الدواء كيدير هشاشه العظام وكيأثر، يعني كاين واحد الابحاث كتقول بان كيأثر على العينين من بعد. داكوغ. انا اللي كنوصك به هي او ميم طون، يعني مثلا تاخذوا بواحد الصفه اللي هي قليله، يعني ماشي يوميا داكوغ، او ميم طون تعاون بشي حوايج اللي هما في التغذيه، يعني مثلا هذاك الدواء راه مستخرج من الماء ديال البطاطا داكوغ. نفس الماده ديال لوميبخازول ولا ليزو اوميبخازول هي اللي كاينه في الماء البطاطا، وهي اللي كاينه في الماء الجزر، وهي اللي كاينه في الماء ديال الكونكومبر ديال الخيار. ديال السفت منهم مباشره. وي دونك انا بالنسبه لي تعاوني باشياء في التغذيه، وإلا ما قدرتيش وصلت الحموضه لواحد الدرجه عاليه ديك الساعه خذ الكينه ديالك. واخا. ما هي ما خصناش زعما نتغاضاو على لي سايد افيكت، على لي زيفي سكوندير. انا ديما كنقولها، كنقول بان الاثار الجانبيه ديال بيان سور. الوغ خير دواء هو الغذاء، ولكن يعني الدواء الى يتكري، يعني تم صنع الدواء باش اوسي يعاون الغذاء باش نداواو، ولكن ردوا البال دائما للاثار الجانبيه. الله يجازيك بخير. مرحبا. كاين مشكل. مرحبا. انا تصنت الحلقه ديال الحرقه، يعني تصنت لك بزاف بزاف بالتمعن، يعني فهمت بزاف ديال الحويجات. شكرا لك بزاف. الله يجازيك بخير. مرحبا لالا، بك بليزير. بك بليزير. مرحبا الهام. واخا ناخذوا مريم من دار بيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله مريم. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. مرحبا. شكرا على الدكتوره. مرحبا. بغيت نسقسيك انا من وقت البرد، البرد كيشدني النهجه، كتشدني النهجه. هادي اسمي وي. من البرد البرد يعني كان ما نقدرش، الا شاف شي واحد كتنهضر معاه في التليفون تيقول واش كنتي كتجري، واش كنتي كتمشي، ما عرفتش مناش. ولكن انا اصلا عندي ديك يعني اصلا عندي ما سمعناش. شنو عندك؟ عندي الطحان من فوق. عندك سبلينوميغالي؟ الطحان من فوق. وي. عندي سيغوز مستقر. مع كنديجا درت واحد اوبيراسيون، كان عندي ايبيرتونسيون بورتار سيغ كافيرنون، داروا واحد ديغفازيون بور تو كاف. داكوغ. المهم وعندي مشكل سميتو تا كنت كندير لا ليغاتيغ سكليغوز في المعده ديالي، على حسب كان عندي ليزوفاج كيطلقوا ليا. انت عارفه دكتوره شنو كان عندك؟ فاغيس. كان عندك فاغيس اوسوفاجيان يعني. داكوغ. المهم هذه تقريبا 24 فاش كان عندها المشكل، وكنتبع يعني الحمد لله متبع مع الطبيبه ديالي وداك الشيء. داكوغ. هذه القضيه، هذه النهجه اللي عندي دابا ولات عندي من البرد، البرد كيجيني الحمد لله، دوك مازال البرد ما كيجونيش، يعني متبعه واحد النظام غذائي داك الشيء اللي كيقول لنا الدكتور حليمي، يعني الماغدي الموسميه الخميره البلديه، حتى لو كان في الدار كان دار كما قلتي الخزامه ولا الشيخ كنبخرو باش ما كتصاب. عارفه ان المناعه عندي قليله، انا المشكل تاع هاد النهجه ما عرفتش مناش، درت استفاجه الميكوغرافي اللي ما عندك والو، درت على الكواتر قال لي حيت مزيانه، وهاد المشكل اللي عندي انا تاع النهجه، يعني من البرد البرد واخا نكون غير ناعسه وكن واخا. الوغ شريف، الوغ شريف اسمعني، درتي ان اف اس بلاكيت وخزنت الحديد الاخر ديالك؟ ما بقيتش عاقله عليه، بقى لي في الدوسي عند الطبيبه ديالي. واخا نقول لك علاش. دابا انت درتي ايبرتونسيون بورتال ياك، وديريفاسيون بوست كافيرنوم، وكان عندك مشكل ديال لي فاغيس اوسوفاج، يعني لوزوفاج كيطرطق لك بلي فاغيس بالاوعيه الدمويه ياك. دونك هناك فقدان واحد الكميه ديال الدم، لا سبلينوميغالي اللي هو تضخم ديال الطيحان، معناه بان عندنا اون انيمي، عندنا فقدان كميه ديال الدم، والجسم ديالنا كيفاش كيعبر عليها؟ بان مصنع الدم اللي هو الطيحان كيدير لنا اون سبلينوميغالي، يعني فو سوفخي دون انيمي ايموليتيك. يعني خصك ديري ان اف اس بلاكيت وخزانه الحديد. شنو هو تعريف لا ديسبلين ولا النهجه؟ هو ان هناك واحد الكميه ديال الاكسجين غير كافيه اللي كتوصل للشعب الهوائيه. وشنو هو الناقل ديال الاكسجين؟ هو كريات الدم الحمراء. ومصنع كريات الدم الحمراء هو الطيحان. كنتمنى تكوني فهمتيني، لان عندك الطيحان متضخم على اثر ديك لي بيرتونسيون بورتال ولي فاغيس اوسوفاجيان. دونك المشكل بالنسبه لي انا ديال ديسبني وديال التهاب الشعب الهوائيه هو نقص الاكسجين على اثر الانيمي، وما كيبانلكش داك نقص الاكسجين في الفصول الاخرى، لان سي نورمال، لان في الربيع في الصيف ما عندناش مشكل، الشتاء فصل الشتاء كيطرى لنا كلنا مشكل واحد، هو كتنقص عندنا ماده الاكسجين. انت الحاله ديالك كتفاقم لان عندك سبلينوميغالي اي سوفخي دانيمي ايموليتيك. دونك بالنسبه لي خصك ديري ان اف اس بلاكيت افيك اون فيريتينيمي و ان فير سيريك. الوغ انت بالنسبه للناس كنوصوهم يديروا ان اف اس بلاكيت فيريتينيمي،
بالنسبه للناس اللي بحالك عندهم سبلينوميغالي فاحنا كنقولوا لهم ديروا ان اف اس بلاكيت فيريتينيمي فير سيريك او كاباسيتي توتال دو فيكساسيون دو فير. الوغ نتمنى تكوني كتقيدي هذا الشيء، معناه بان غديري لي تحاليل ديال كريه الدم الحمراء، تحليله ديال خزانه الحديد، تحليله ديال الحديد اللي كاين متوفر في الدوره الدمويه، والتحليله الرابعه اللي هي لا سي تي اف هي لا كاباسيتي توتال دو فيكساسيون دو فير، يعني شحال الدم قادر يفيكس ليا ماده الحديد. ونتمنى تواصلي معايا في حلقه مقبله وتقول لي شحال لقيتي. فوالا افيكتيم. واخا نرجعوا للمشروبات المدفيه اللي هي مناسبه لهذا الفصل. الوغ المشروبات المدفيه المناسبه، الوغ اولا سي لابسانت اللي هي الشيبه. الوغ معروفه الشيبه بانها كترفع من حراره ديال الفصل، كيستهلكوها اكثر. افيكتيمون. الوغ خص الناس يفرقوا بين لامونت وبين الشيبه. الوغ النعناع فهو مبرد، المونطول ولا لامونت هي كتبرد. دونك في الصيف كنديروا اون سيترونات افيك دي فوي دو مونت، باغ كونتخ في الشتا خصنا نديروا الشيبه لابسانت ونديروها اما مع الحليب ولا نخلطوها مع الكامومي. هو مشروب وي كيدفي وسورتو يعني مزيون بالنسبه للوليدات اللي هما صغار. الوغ كاين واحد الشاي اللي كيرفع المناعه اللي هو واحد الشاي سميتو مسالا، شاي هندي. انا نقول لك الطريقه ديالو باش كمسا الناس يستفادوا منه. الوغ كنقبطوا شاي احمر، اي شاي احمر، وكنخلطوا مع الزنجبيل القرنفل والحليب. دونك كنغليو الحليب الزنجبيل والقرنفل والحليب وشاي احمر هو لا باز، وكنخلطوا مع الحليب وكنزيدوا فيه القرنفل والزنجبيل. الوغ حنا كنعرفوا بان الزنجبيل هو واحد النبته غنيه بماده الجينجيرول، كيزيد من الشعور بالدفء وكيخلص من البروده ديال الجسم، كيعطي واحد الحاله من الاسترخاء، كيخفف من الاوجاع من الصداع النصفي، كيخفف من السعال من الضيق وعسر ديال التنفس. الوغ كيخفض الانقباضات ديال الشعب الهوائيه وديال لاتونسيون ارتيريال. غير كنردوا البال للزنجبيل ان ما كيتخلطش مع واحد النوع ديال الادويه. الوغ لان دابا الناس كيسمعوا بزاف ديال النصائح ديال التغذيه، مي خصنا كل حاجه تحط دون سون كونتكست. يعني معناها بان الزنجبيل مفيد وي، الوغ الا كان واحد الاخصائي ديال التغذيه غيدوي غيقول لك بان الزنجبيل هو جد مفيد لجميع الحالات، الا كان ميدسان اللي غيدوي طبيب اللي غيدوي غيقول لك بان الزنجبيل ما كيتخلطش مع جوج دويان، هو البلافيكس والاسبيرين. دونك انا كان انسيستي بان ما نبقاوش ناخذوا النصيحه بطريقه عامه يعني مثلا في حالات مرضيه فوالا يعني مثلا كاين الشخص اللي كياخذ الاسبيرين ولا بحال الشخص اللي دوا قبيله اللي تصل من وجده كياخذ الكارديجيك، هاد الناس ما نقدروش نقولوا لهم تناولوا الزنجبيل، باسكو الزنجبيل ما كيتلاقاش مع ماده الاسبيرين، والاسبيرين كاين في الكارديجيك وما كيتلاقاش مع واحد الدواء اللي كيجري الدم اللي هو البلافيكس، يعني يقدر يعطي مضاعفات فوالا. دونك انا كنوصل المستمعين الله يخليكم نسمعوا النصيحه ولكن ردوا البال يعني التاويل ديالها، ماشي اي مشروب هو صالح، لان انا بعد المرات كيجيو عندي دي باسيون الكابينه اللي كتلقيه كياخذ الحامض كياخذ زنجبيل كياخذ القرفه، الوغ هو كيتناول الادويه عاطينو الكارديولوج عاطيها له والتحاليل ديال الدم ديالو كاتاستروفيك. يعني كاين شي مواد ولو تكون طبيعيه ما كتمشيش مع هذوك الادويه، ما كتمشيش مع الادويه. علاش؟ باسكو داك الشخص على حسب الحاله المرضيه. افكتيم باسكو كيف ما لاسبيرين ولا البلافيكس غيجري لي الدم، كيف ما الزنجبيل غيجري لي الدم. دونك الشخص كيفاش غيولي عنده معدل التخثر غير عادي غير طبيعي. دونك حنا كنعطيو نصائح التغذيه ولكن نردوا البال بان الطبيب شنو غيقول لكم، ونقولوا للطبيب بان اش من دواء كناخذوا واش من عشبه كنتناولوا في البيت. مثلا القرفه حنا كنمنعوها على الناس اللي عندهم ليبرتونسيون ارتيريال، دونك هادي خصنا نردوا منها البال. وتا هي الناس اللي كياخذوا لي زونتي اغريغون بلاكيتير الادويه، عرق سوسه هو يعني عرق سوسه افكتيفمون. دونك هادشي شي حويجات اللي خاص الشخص يكون فايق ليهم. واخا غادي نحاول ان شاء الله نديروا شي حلقه خاصه جدا تكون تثقيفيه من حيث الادويه. فغادي ناخذوا معنا فاطمه الزهره من فاس. اخر مكالمه. الو فاطمه الزهره. الو السلام عليكم. لا لاباس عليكم. مرحبا. صحابي خير كلشي لاباس الحمد لله. شكرا لكم الدكتورة وعلى هذه البرامج القيمة. مرحبا لالا. لا تكسر اختي، بغيت نهضر مع الدكتورة عندي. انا ديابيتيك وي، ودايرة هنايا واحد البروغرام عندي من لو 23 9 حتى ل 12 11. وي. كنقلب لا غليسيمي شاك ماتان. وي. الوغ لو 23 كانت عندي ان غرام 22. وي. لو بروميي كان غرام 18، لو 8 كان عندي ان غرام 11، لو 15 1 غرام 0.5، لو 22 1 غرام 27.
Oui. 29, 1 gramme 24, le 5, 11, 1 gramme 11 et le 12, 1 gramme 0,7. Wesh, en agent ou la postprandiale? Non, non, agent. Agent, d'accord. Ou t'en as de glimépéride, il y en a de par jour. Est-ce que tu as un dosage? 2 milligrammes. C'est pas à la règle. Là, t'en as avant repas le déjeuner. Non, madame. La glimépéride ne se prend pas avant le déjeuner. Elle a un cycle de 24 heures. Au ahsan pic diala katatil, le bon résultat c'est avant le ftour. Ah, avant le petit déjeuner. Oui, alors la glimépéride li katakhod. Glimépéride, elle ça nakhod. J'ai pris des 2 mg. J'ai pris 2 mg. D'accord. Alors katrat qabl le ftour madame. قبل المفطور داكو هاد اخرى دكتورة عندي الكوليسترول عندنا الوالد كان عنده وي وتيطلع لي 2 غرام 14 ولكن كندوز عند واحد الطبيبه كتقول لي ما تاخذيش الدواء خدي ديري غير ريجيم فوز افي كي لاج مدام انا لاج عندي لاج ديال 65 عام داكو 65 سنه الوغ 2.14 سنه جو بريفير ديري الريجيم ما تاخذيش الدواء لان لي ستاتين الادويه ديال الكوليسترول عندهم دي زيفي سيكوندير داكو هادشي اللي كاين وزايدنا الدكتورة كان عندي المعده عيانه كانت عندي الاش بي داويتها وي ودابا الا بغيت ناخذ شي حاجه حاره ولا شي حاجه هكا على السكر تضر لي المعده تعطيني الدوخه وهذه وي سي نورمال لان لاش بي كتخلي ديما العواقب ديالها دائما عندي المشكل المعده وخا داويتها دابا تضرني وتيطلع لي الحموضه بعض المرات وي وعلى الكوليسترول الدكتوره ما ناخذ حتى دواء غير الريجيم وصافي الوغ لو ريجيم داكور ولا بغيتي تعاون بان كومبليمون اليمونتير ماشي دواء سي ان كومبليمون اليمونتير مكمل غذائي الوغ كاين سكون ابل لا لوفور دو ري روج Levure de riz rouge. Ah, levure de riz rouge. C'est un complément alimentaire. Moukamm el ghida il est sabidawa, donc ma ndouch les effets secondaires. Nakhdoum la pharmacie docteur. Kif ma lqi alors fin ma lqiti pharmacie para pharmacie mouhem la levure de riz rouge. بالنسبه للعبارات اللي عطيتيني كاينين alors quel le 1 g 27 li talah, le 1 g 24 ou le 1 g 22 li talah. D'accord? Had thalathat alabarat ma zwininch. وبالنسبة للدواء كيتخد صباح الوغ انا جو بريفير كو دير ان ريجيم اليمونتير بور لو كوليسترول تعاون بلا لوفور دو ري روج الوغ انا بالنسبة لي كون ما كنتيش ديابيتيك غنقول لك دير الريجيم بوحدو ولا مارش فو كو فوزيت ديابيتيك الوغ انا جو بريفير كو تاخدي لي هاد لو كومبليمون اليمونتير بالنسبة لي لكوباكتير بيلوري فهي كتخلي اثار جانبية دونك اوتوماتيكمون غتبقاي كتعاني من الحموضة نيفيتيو لي شوز لي شوية غيجرحو المعده نوتامون لي زاغروم الحواميد ولا طوماط واخا اذا كنشكركم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع البرنامج اللامولاتي شكرا لك بزاف دكتوره صابرين شتيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه على كل هذه النصائح والمعلومات الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم قبل ما نختم فبالنسبه للمسابقه ديال الفوز بهاتف ذكي فكان من المفروض على انه يربح محمد امين ماد وللاسف تقنيا يعني كيتواصلوا معايا الان على اساس انه الصوره ديالو ولو ان كانت معبره ولكن مخدم الانترنت فبالتالي يعني الفوز كيدوز للمستمع زكريا بالفقيه الصوره ديالو ديال اكبر طاجين اللي هو في اسفي فهنيئا الفائز معنا في المسابقه زكريا بالفقيه واللي نتمنى ان شاء الله انه يخلي رقم الهاتف ديالو باش نتواصلوا معاه ويدوز معنا مباشره من خلال اتصال هاتفي باش يتكلم لنا على الفوز ديالو ويتكلم لنا على الصوره المعبره اللي بعث لنا بها لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج سميحه الشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه ونتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم